لك كتير. فبتلاقي بنفحص احنا بنعمل صوره ما يسمى صوره رنين او صوره طبقيه او شيء، بقول لك في عنده اتروفي، جنرال اتروفي في الدماغ. تآكل. اتروفي هو ضمور. 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 ايوه ضمور في الدماغ. ضمور. ضمور. مش الدماغ الطبيعي. هذا يعني احنا بالعاميه بنقول انه ترويه الدماغ ضعفت. الترويه ضعفت. ممكن يكون في مشكله كمان بالسائل المحيط للدماغ. هلا اذا خف هل ممكن يعمل هلا طبعا هو هلا زياده الضغط في الدماغ. في إيش بيسموه كيف زيادة الضغط في العين، في إيش اسمه زيادة الضغط في الدماغ يؤثر. ممكن يعمل كمان في أطفال مثلا، خليني في أطفال بيصير عندهم ما يسمى بالدماغ هيدروكيفالوس، يعني بتلاقي السائل تبع الدماغ ما بنزل. فبنعملهم عملية شنط بيسموها، إنه السائل مسرب يسلم تمك مسرب. هذا يؤدي، لأنه هذا إذا ضل يؤدي إلى إيش؟ مشاكل في الدماغ ونوع من المينتال ريتارديشن اللي هو العوق، الإعاقة العقلية ناتج عن إيش؟ ولذلك ما بصير يتأخر الأهل المريض في الطفل، هاي لازم مبكر مبكر بالأطفال. يجي يقول لك، بتلاقي بقول لك راسه بيكبر بيكبر، فهي دغري بدها اجراء في ضغط في طبعا. ولا عمالك انت وهي بتبين باي عمر دكتور؟ هلا هو ببين، هلا هو مرات ممكن ينولد طفل هيك ومع الفتره يكبر هذا، فطبعا بالفحص الطبي ببين بكل بساطه، فبده ممكن عمليه، وفي كذا طريقه لهذا. هلا هدول ممكن يعني نعتبرهم تحت الاطفال، ما بنقول خرف هون راح يعانوا. لا لا من بتخاف عوق. طبعا اعاقه ولا هي مش انه خرف، لا بتخاف انه يصير عنده اعاقه عقليه من هذا. نفس الشيء اللي عندهم بعض الأطفال والكبار والصغار والهذا، بصير عنده نوعات من النوبات الصرعية اللي هي هاي تاني ممكن تؤثر، بدك علاجها. هاي من الدلائل، هاي بدك هاي بتدل. طبعا بدك انت تحاول انه ايش تعالج. ليش بحكي لك؟ فكل الامور اللي المصاحبة بدك تعالجها، اذا عالجتها خلصنا من مرحلة كبيرة وخففنا من هاي وخففنا من أثرها. طيب احنا بدنا نحكي عن الزهايمر كمان دكتور رشيد. فضل. أعزائنا المشاهدين، احنا بدنا نحكي لكم هلأ، بدنا نفوت نحكي عن الزهايمر لأنه فظيع هذا المرض. شو بعذب مش المريض فجأة، يعني هذا المضحك بالموضوع، بعذب اللي حواليه كتير، وممكن يأثر طبعا نفسيا المريض، بيضل ضحية تحت جميع الظروف لأنه ممكن يعرض نفسه للخطر. بدنا نشاهد فيلم وثائق صغير نفرجيكم إياه، بدنا نعرض عليكم فيلم صغير، تابعوا معنا وبنرجع بنحكي عن الزهايمر. هل أنت حزينة لأنك تنسين الأشياء القديمة؟ لما النسيان؟ لأنك لم تعودي قادرة على التذكر. من قال هذا؟ لأنك نسيت بعض الأشياء. لا، لم أنسى. قبل 6 أعوام أكد التشخيص على إصابتها بالزهايمر، ثم تطورت الأمور بسرعة، وكان من الأفضل بالنسبة إلى ابنة ريناتا لو اكتشف المرض مبكرا. عندما يكون هناك تشخيص وتظهر أعراض المرض، فإننا نكتفي في هذه الحالة برد الفعل فقط. أما إذا تم اكتشاف المرض مبكرا، فإننا نتعامل معه في هدوء ونضع مخططا أفضل. اكتشاف المرض مبكرا، هذا ما يسعى إليه يوخن هيلمز من معهد دراسة أمراض الأعصاب في جامعة ميونخ. تتخثر جزئيات البروتين في دماغ المصاب بالزهايمر، مما يؤدي إلى موت الخلايا العصبية. هيلمز يبحث عواقب ذلك في أدمغة مرضى موتى. الحصين هو جزء من الدماغ ويقوم بدور أساسي بالنسبة إلى الذاكرة، وفي هذا الجزء تنكمش الأنسجة، وهذا الانكماش صورة لتدمير الخلايا العصبية وعلامة مميزة لمرض الألزهايمر. لا يمكن تشخيص الزهايمر إلا إذا كانت هناك ثقوب كبيرة في الدماغ، وحتى يتم اكتشاف المرض مبكرا يقوم هيلمز بفحص أدمغة الفئران المصابة بالزهايمر. هيلمز ينظر في الدماغ ثم ينظر عبر مسح ضوئي خاص إلى العين، وتحديدا إلى شبكية العين. ما نراه هنا هو خلية عصبية في شبكية العين. في هذه الشبكية نتوقع تغيرات لاحظناها في دماغ المصابين بالألزهايمر، وهناك وصف لهذا النوع من التغيرات في شبكية المرضى بالألزهايمر. نريد أن نربط بين مرض شبكية العين
بمرض قشرة الدماغ. وهذا ما يمكن أن ينطبق على الإنسان أيضا، اكتشاف مرض الزهايمر عند طبيب العيون. يمكن للطبيب أن يرى بواسطة المسح الضوئي عبر عدسة العين والشبكية وخلاياها العصبية، ويجب أن يتناول المريض مواد مضادة، كأن يتناول مثلا قرصا تساعد مادته الصبغية على إظهار الخلايا في العين، أي الخلايا التي تخثرت فيها جزيئات البروتين التي تعد علامة للزهايمر. وبما أن الشبكية جزء من الدماغ، فإن الزهايمر يغدو واضحا في العين. بدلا من أن تعيش في دار رعاية العجزة، تعيش ريناتا في منزل مشترك مع آخرين مصابين بالمرض نفسه. وعلى غرارهن يعاني عشر الألمان ما فوق 65 عاما من الزهايمر، وهذا العدد في تزايد مستمر بسبب تزايد نسبة الشيخوخة في العالم أيضا. الحياة مع المرضى بالزهايمر ليست سهلة بالنسبة إلى أقاربهم، فالمريض بالزهايمر لا ينسى فحسب، بل يصبح عدوانيا ولا مباليا أيضا. إنهم يشبهون الأطفال الصغار الذين لا يتجاوزون عامين أو 3 أعوام من عمرهم، فهم يريدون هذا وذاك دون أن يستقروا على رأي واحد. يجري يوخن هيرمز منذ 15 عاما بحوثا عن هذا المرض الخبيث. هذه نقطة صعبة، إذ من الصعب تشخيص هذا المرض إذا لم يكن هناك علاج له. لكن في هذه الحالة تواجهك مشكلة تكمن في احتمال عدم التوصل إلى علاج بسبب عدم تشخيص المرض في وقت مبكر. إذا أردت علاج هذا المرض مبكرا قبل أن يتفاقم وضع المريض، فإنك تحتاج هنا إلى شيء يمكنك من خلاله رؤية تقدم المرض من دون ظهور أعراضه. brauchen Sie etwas, wo Sie das Fortschreiten der Erkrankung sehen können, ohne dass die Symptome entsprechend dafür vorliegen. غيناتا كلوتس لن يساعدها هذا البحث، فهي تبلغ من العمر 82 عاما، وأصبح مرضها في مراحل متقدمة جدا، وهذا ما تشعر به ابنتها كل يوم. هل تخافين أن تنساكي سيدة كلوتس أنت أيضا بسبب الزهايمر؟ نعم، إنها تعرفني كلما جئت إلى زيارتها، وعلى الرغم من أنها لم تنسني حتى الآن، إلا أن هذا الأمر وارد بشكل غير ملحوظ. اكتشف مرض الزهايمر قبل أكثر من 100 عام، وعلى الرغم من الجهود العلمية إلا أن الباحثين لم يتوصلوا إلى علاج لهذا المرض حتى الآن، في وقت بات فيه الصراع ضد مرض النسيان صراعا ضد الزمن. أهلا وسهلا فيكم، رجعنا مع بعد هذا الوثائق القصير مزعج يمكن لحد ما انك تشوف حدا عزيز عليك يعني يتدهور دكتور لهي الشيء. اكيد طبعا 100%. يعني ما هو الزهايمر؟ زي ما حكيت لك، معش هو بصيب الشيخوخه عاده، بصير اضطراب في الذاكره واضطراب في الوظائف العقليه بشكل عام، الججمنت، الحكمه، القيام بالاعمال. هل هو بيفرق كثير عن الخرف ولا هو تطور لنوع من انواع الخرف؟ الخرف ممكن احنا نقول الذاكره لحالها وتبلش هذيك الوظائف تكون اخف بالهون. هون المصيبه الوظائف هاي العقليه، يعني زي ما حكيت لك يقوم بالاعمال البسيطه ببطل يقوم، انسى الذاكره بتخرب. هذا شو عملنا شو عملنا شو كذا، الوظائف العمليه ببطل يعرف، ببطل يقوم بالاعمال البسيطه، بيجامه يلبسها، قميص يلبسه، يفرش اسنانه ما بيعرف كيف يفرش اسنانه، ليش هاي الفرشاه بيعرفش ليش موجوده فرشاه اسنان، هاي النظاره ما بيعرف شو هاي الاداه، هاي شو هي ما بعرف هاي الاسنان مشان انا ممكن نظاره يعني نظاره الحمام يقوم بالاعمال ينظف على حاله يروح على الحمام بده حدا يساعده. تخيل انسى الذاكره، بصير نقول الاهل بصير مشان الله الذاكره يا سيدي نسيناها
صار الوظائف. هلا الوظائف، الوظائف اليومية. في درجة حادة سمعت عنها يعني ممكن ينسى كيف يفوت على الحمام. لا لا ما بحكي يعني ممكن يعملها على حاله أو ما بيعرف عم بيعملها. خلاص يعني بتوصل لدرجة مزعج جدا، بده حدا يقوم في كل صغيرة وكل كبيرة. يكون بده ممرض. بده ممرض قائم 24 ساعة لأنه حتى بتخاف عليه إنه يقوم بأي أعمال متهورة. يعني ممكن في اللي يفتح الباب ما يعرفش يطلع، ولا هو بنص الشارع رامي حاله. اجى على بلكونه بده يطول شغله، بعرفش، ما فيش عنده حكمه للتوازن انه هذا عالي هذا عالي هذا واطي هذا ما بعرفه بروح له. ولذلك بده رقابه، كيف الطفل الصغير كيف الطفل الصغير بالاكل بالماكل بالمشرب، باكل بجنون بيشرب، فيش ميزان يمسكه، انه فيش إشي وبيستمر في هذا التطور هذا كل ماله وكل ماله للامام للامام. ولذلك بيصير الناس بيجي المرض بالك يا ريت الذاكر يا سيدي الذاكر، امننا وصدقنا امنين انه ذاكر بدناش الذاكر، ما بديش يعمل لي الحسابات ولا اذا تاجر يعني بطل بدناش يعرف يدير باله على حاله، يعرف باله على حاله، يعرف ياكل يعرف يشرب يروح الحمام. هلا السواقه يعني بدناش السواقه يا زلمه، بيقول لك احنا زمان ما كنا نسوق يا سيدي بسيطه، نيجي تليفون بدناش التليفون يستعمله كذا، بتبلش انت تشيل 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 بعد ببطل في الاخير بضل ايش انك حاطه في البيت وبزعج اهل البيت، اهل البيت بتحملوه. والغريب مرات بيعرف اولاده، مثلا اولاد بيعرف فلان او بتعرف اولاده فلان بتعرفه فلان ما تعرفوش من اولاده من اولاده بتلاقي بيعرف فلان ومرات بخربط حتى بس في ناس بتلاحظ انه بيعرفوش بالمره. هم هاي زي نوبات ولا بيضلوا مستمر الحال؟ يعني بيكون في بعض المراحل يتحسن انه بيلاقوه انه منيح، وهاليوم الصبح مثل الورد المريض ما ماله شيء. هو مش زي الورده، هن بشبوه هيك، اما لا هو يوصل انه زي مش ممكن، اما ممكن مثلا هذا اللي مش متعرف عليه ابنه، يعني هو بيعرفش ابنه، ايه والله عرفني اليوم، قال لي انا اسماعيل ولا قال لي محمد، ايه شو يا جماعه لو